بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم درسنا النهاردة يا اخوانا على Visual Basic دوت نت، وازاي نحمله وايه تاريخه وازاي تطوره. ال Visual Basic عموما يعتبر من افضل اللغات او اسهل اللغات البرمجية السهلة تعلم. ازاي؟ يعني انت مش محتاج خبرة كبيرة جدا بحيث ان انت تبدأ تشتغل في ايه في الب... او تعمل برامج كبيرة. لا، الفيجوال بيزك سهل التعامل معه، تمام. طبعا بالنسبة لتاريخه، الفيجوال بيزك بدأ كان في خمسة فيجوال بيزك، خمسة، ثم الاصدار الاكثر من رائع فيجوال بيزك ستة، كان بالنسبة للمبرمجين طفرة. بدأ المبرمجين يعني يتمسكوا وينبهروا بفيجوال بيزك 6. بدأت شركة مايكروسوفت تربي أجيال كتيرة جدا على البرمجة من خلال فيجوال بيزك عليه. كان ساعتها السي بلس بلس أو السي بلس أو لغة السي عموما مع الفيجوال بيزك. فبدأ شركة مايكروسوفت بدأت تفكر، ليه ما نجمعش، ما نعملش حاجة شيء اسمه دوت نت فريمورك. يعني إيه دوت نت فريم ورك؟ يعني زي منصة أو عبارة عن مجموعة من الأكواد خاصة ببيئة برمجة معينة. ده اللي هنتكلم عنه الدرس القادم إن شاء الله، تمام. يبقى يعني هنأجل الكلام على الدوت نت فريم ورك على الدرس القادم إن شاء الله. بالنسبة بقى لتحميل فيجوال بيزك 2010، انت ممكن تحمل اما فيجوال بيزك، اسف، معروف فيجوال بيزك 2010 بيبقى مدمج مع الفيجوال ستوديو 2010، او تحمل فيجوال بيزك الاكسبريس اديشن. يعني لا، اما تحمله اكثر من برنامج مدمج في برنامج واحد اسمه فيجوال ستوديو، سواء كان معاه فيجوال بيزك، فيجوال سي شارب او سي بلس بلس او اف شارب 2010، او باقي برامج تانية خاصة بالانترنت، او تحمل الفيجوال بيزك اكسبريس اديشن. تعال نبدأ ندخل على موقع مايكروسوفت ونبحث على مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2010. طبعا هنا اديشن، هنا بيظهر لك المنتجات بتاع 2010. في عندك فيجوال ستوديو 2010 التيميت، في عندك بروفيشنال، في عندك بريميوم، في عندك تيم فاونديشن سيرفر اللي احنا كنا اتكلمنا عنه او ما اتكلمتش عنه او كنت ذكرته عموما لسه نذكره. افضلهم صراحة انا بشتغل فيجوال بيزك التيميت 2010 بالالتيميت. انا كده لسه ما دخلتش في الاي اكسبريس اديشن. هدخل طبعا ليرن مور، تمام. هنا طبعا هو يعني بيستعرض لك مميزات البرنامج عن الآخرين، تمام. ممكن هنقول له تراي ناو عشان طبعا أبدأ أحمل بداية التحميل. تمام، هنا داونلود ذا فيجوال ستوديو 2010 ترايل، طبعا ترايل 90 يوم. هنا بروفيشنال، النسخة البروفيشنال. هنا هتقارن بين اي منتجين اللي عايز حضرتك تحمل الفيجوال ستوديو 2010. طبعا هيبدأ يحمل لك في صفحة هنا منفصلة، يبدأ يجيب لك الاشياء اللي في الصفحة ويبحث في البنك. احنا ممكن نرجع للصفحة زي ما هي. تحت هنا هنلاقي نوعين من الانستول، طبعا ده تراي فيجوال ستوديو 2010 التيميت. هنا هتقول له تختار، طبعا مش معقول هتسطب عن طريق الويب، من الافضل انت تسطب الايزو، لف الايزو. طبعا ممكن تسطبه عن طريق الترا ايزو، فيرجوال درايف، اي برنامج بيعمل فيرجوال، او ممكن تفك الضغط عن الايزو وتبدا ايه تسطب. طبعا هنا نعمل ريفريش.
هنا في الصفحة طبعا مقسم الأقسام، هنا ترايل 4 سيديهات، في عندك الجزء الأول التاني التالت، طبعا الإكس إي هيفك وطلع لك أيزو في الآخر، ممكن تحمل طبعا برابط مباشر بيديك أقصى سرعة وبيفتح لك كل البورتات اللي عنده والكلام ده كله. طبعا في عندنا يا اخوانا ان انت كمان هتحمل الايزو هنا، لو نزلت تحت اهو، لو نزلت تحت خلاص ده كده الاجزاء، في هنا ممكن تنزل تحت، هنا بقول لك if you have download manager that can handle a large file click here to download the ISO image directory. ممكن هتضغط هنا مرة واحدة، او لو حضرتك مسطب الانترنت داونلود مانجر ممكن تقول له داونلود كده، هيجيب لك المساحة ويداونلود وكله كده الحمد لله تمام. تبدأ تسطبه، طريقة تسطيبه سهلة جدا، بيديك 90 يوم تمام. بالنسبة بقى للإكسبريس، الإكسبريس إديشن، ممكن حضرتك تختبر الإكسبريس إديشن نفس الفكرة، عادة ممكن تبقى موجودة هنا مش موجودة هنا، نرجع طيب مش موجودة نرجع تاني نقول له إكسبريس، حمل الإكسبريس إديشن الفيجوال بيزك إكسبريس إديشن. من هنا فيجوال ستوديو، ايوه اكسبريس اديشن، او ممكن تبحث عنه في جوجل. ده من خلاله بيبدأ يجيب لك كل منتج على حدة بنسخة سريعة، مش بتحتاج منك مساحة كبيرة في التحميل، مش بتحتاج اشياء كبيرة في امكانيات، في مساحة اللي هتسطب فيها، بتحتاج فقط اللي انت عايزه، مثلا فيجوال بيزك، سي شارب، سي بلس بلس، وهكذا. طبعا عندك هنا فيجوال سي بلس بلس، فيجوال سي شارب، فيجوال بيزك 2010، ويب ديفلوبر. هنختار الفيجوال بيزك اكسبريس. طبعا احنا هنحتاج بعد كده، انا بفضل صراحة اللي احنا نشتغل بالالتيميت، نسخة الالتيميت الكاملة، لان احنا هنحتاج فترة من الفترات الويب ديفولبر عشان الاي سي بي ان شاء الله، وممكن نحتاج سيكوال عشان ادو دوت نت ان شاء الله، وممكن نحتاج الويب ديفولبر عشان ان شاء الله بعض الحاجات اللي هنستخدمها وقتها. طبعا هنا هنقول له الانجليش انستول ناو، هيبدأ هو يجيب لي الايه 3 ميجا، طبعا بيسطب عن طريق الويب تمام. مش عارف بقى هل في يبقى في عن طريق الايزو ولا لا، بس انا صراحة بفضل الايه النسخة الكاملة. وبكده كده بفضل الله اتعرفنا على الفيجوال بيزك وعرفنا ازاي ننزله، عشان نبتدي الدرس القادم نتكلم على الدوت نوت فريم ورك، وندخل في الايه في الكلام التقيل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.